اخويا هذه الوقفه ان هاد شدا اف ام كدير الوصلات الاشهاريه للشركه مجهوله الهويه بالتطبيقات عبر الهواتف الذكيه. وحنا بغينا نعرفوا اخويا هاد الشركه ما عندها لا مقر ما عندها لا مسؤول عليها لا حتى شي حاجه وكيديروا لها اشهار. بغينا نعرفوا هاد البلاد فين غاده. حنا هاد التطبيقات راه قهرونا لان ولاو كيديروا لنا رزق وليداتنا و بغينا نشوف شكون مسؤول على هاد الشركه. ف انا كنسمعت انا بنقابه هي اللي محتضنه هاد التطبيقات الوهميه. هي اصلا بعدا ضاربه في عرض الحائط في القانون الاساسي ديالها. غير قانوني لا محل لهم. كون كانوا قانوني حنا غنمشيو نخدموا في هاد القانون. كون كانت مقنه حنا غنخدموا فيها. ما عندنا ما غنديروا حنا بهاد الكريم وما عندنا ما غنديروا ب 50000 ريال دي في الشهر والاسيرونس 9000 درهم 10000 درهم زيد المازوت زيد البياس درو شونج بزاف د الحوايج. واش حنا قانوني وحنا غنجيو نوقفوا؟ واش حنا مالنا عشوائيين؟ حنا راه مع القانون. حنا كندافعوا على لقمه العيش ديالنا اللي ضرينا فيها. لان واحد جا كيكري طوموبيل كيكري طوموبيل ب 6000 درهم ما يمشي يخدم تليفون يمشي خدام من الصباح ومن الماء ما عرفناش. حنا الطاكسي كتبغي الطاكسي عندك نمره ولا ما بوانتيتيش غير 15 يوم الا اللي زقلتي البوانتاج كتدخل لا روشيرش. ما فيناش الطوموبيلات كتصول وكتجول في الشوارع ولا في المغرب. كانت في الدار البيضاء دابا ولات في المغرب كامل كتصول وكتجول لا حاسب ولا رقيب. بغينا نعرفوا حنا بغينا نعرفوا هاد المسؤولين هاد المسؤولين واش ناعسين واش كاين شي حاجه كاين شي لوبي كاين شي شبح ورا هاد الشيء. بغينا نعرفوا حنا بغينا نفهموا حنا كمغاربه وكممتهنين سائقين سياره الاجره بغينا نعرفوا اش نعرفوا راسنا من رجلينا. حنا بقينا فهمنا والو. النعاس ولا كيطر علينا ملي كتفكروا هاد الشركات هادو كيطر علينا النعاس. المطالبات ديالنا ان هاد التطبيقات خاصها تحبس يحبسوها بصفه عامه. ما عندنا ما نديروا حنا التطبيقات. الا كانت التطبيقات غتكون في الطاكسي وكتكون قانونيه الولايه دير ابليكاسيون وحنا نخدموا لان ديك الساعه شي حاجه مقننه باش نخدموا حنا في شي حاجه اللي غير مقننه. جينا باش نحتجوا على هاد الاذاعه ديال شدا اف ام لإدراجها لبعض الوصلات الإشهارية اللي كتشجع الناس اللي كيشتغلوا عبر التطبيقات عبر السيارات الخاصة وليس السيارات الأجرة. لأن هاد الناس كيضربوا بالظاهر الشريف 63 المنظم لقطاع النقل وهاد الناس بحالة مسوا الدستور. يعني هذا خط أحمر وهادو راه ما مسوناش غير حنا كسائقين مهنيين وانما مسوا شريحه المجتمع كامله. في البدايه بداوا في مدينه الدار البيضاء الرباط سلا وكيتوسع النشاط ديالهم عبر المدن واقاليم المملكه ولكن هذا جاء عن طريق الاشهار لان هذه الشركات ديال التطبيقات ما كانوش باينين بزاف حتى ولاو كيداروا لهم الاشهار والناس ولاو كياخذوا خدمات عن طريق هاد الطريقه. حنا كنطالبوا هاد الشركات اللي غيشتغلوا بالتطبيقات يشتغلوا مع السائقين المهنيين للطاكسي لان الطاكسي كيخدم بالمأدونيه. اما الشركات ديال التطبيقات كيشتغلوا مع الخواص والخواص غير مرخص لهم وغير مصرح لهم. يعني كيشتغلوا باطار غير قانوني واطار غير مرخص لهم. يعني بحال الخطافه بطريقه ذكيه كيخطفوا بالتقنيات العصريه عبر التطبيقات. اليوم وجود ديالنا هنايا في هذه الوقفه الانذاريه قدام هذا المنبر ديال شدا اف ام اللي كتمر بواحد الوصلات اشهاريه اللي نبهناها في هذا الامر هذا وصيفطنا لها واحد المراسله بعد الشان هذا باش تحاول انها تحجب هذه الوصلات الاشهاريه اللي غير قانونيه في التطبيقات. للاسف ما كانش واحد تجاوب معاهم 24 ساعه. ارتدينا اننا نجيو هنا للمنبر هنا باش ناخذوا يعني لهذه الوقفه احتجاجيه انذاريه. مره اخرى ان شاء الله غادي نديروا اعتصام قدام هذه المنابر اللي هي كتدير هذه الخروقات في هذه الوصلات الاشهاريه اللي ضد القطاع سياده الاجره. كتشوف ان القطاع متطلبات ديالنا هي ان هذه المنابر الاعلاميه اللي كتوصل هذه الوصلات الاشهاريه للمواطنين تحاول تحجب هذه المسألة. هذا الشيء غير قانوني غير قانوني. ما بقولوا على الباطل فهو باطل.